بيكم معايا مرة ثانية على فيديو جديد ووصفة جديدة. كيف تشوفوا على العنوان هذا الفيديو اللي يعود يخص تفتيح المناطق الحساسة. هذا الفيديو صراحة انطلب مني بشكل كبير تقريبا من ساعة فتحت القناة وهم يطلبوني الطفيلات على ذي الوصفة، مع أني ذكرتها مي مرة ما يجوش في فيديوهاتي السابقة، نذكرها لهاك بعجالة وتوف مقط خصصت عليها فيديو خاص بها أوحدها. مسألة ثانية، المناطق الحساسة هون أنا ما نعني بهم منطقة البكيني أبدا، نعني بهم فقط منطقة الإبط وبين الفخذين والرقبة والأكواع والركب، هاوك البلايص اللي يعود سوادهم حاد شوي. أما بالنسبة لمنطقة البكيني فأنا شخصيا ما نزام عليها بالوصفات، هذيك راهي منطقة حساسة بمعنى الكلمة ومنطقة محظورة جدا. ما ننصحكم الطفيلات عنكم تديروا لها الوصفات قد ما كانت سودة قد ما كانت كحلة، لا يعملها يا خيسي، لا تهلاي فيها بعد تكون من يعملها كنت تعود ريحتها زينة وتعود نقية دائما ذاكا فيها. أما الطفيلات اللي تموا يسولوا عن تبيض ذيك المنطقة، اش كي نقول لكم، لا إله إلا الله، تموا لا خبز وفم، الله يستر إني تعود اش لي نقول لكم، تكون مرض سرطاني ولا حساسيه لا سمح الله، الله يحفظ. فهذيك المنطقه انا بعد اللي ننصح بها الا منقوع الخزامه هو اللي تم توضوا به، راهو يسل البرد ويخلي ريحه زوينه في ذيك المنطقه، شيء من غير ذا انا بعد ما ننصح به. المهم في الفيديو اللي اليوم ان شاء الله اللي يعودوا وصفتين، الوصفة الأولى هو قوماج اللي هي يخلصنا من سوادها وكل المناطق. هذا القوماج راه الطفيلات اللي متابعاتي عارفين اش لي يعود فيه، لأني أي واحدة تسولني ننصحها دائما بهذا القوماج. عقب القوماج إن شاء الله اللي نعطيكم محلول رائع جدا يسل الكحولية بطريقة ما تتخيلوها. تصوروا الطفيلات، أنا ما حد كان نديرو على أيديا، ما حد مشيت كملت منه مشيت لي نغسل ايدي، ذاك الملي يقض من ايدي يقض اكحل، تعرفوا شني اكحل، يعني ذيك الكحوليه يمصها كامله. وبطبيعه الحال مع المداومه اكيد باش تشوفوا نتيجه مرضيه، مع ان النتيجه تبان من اول استعمال. المهم ما نطول عليكم بكثره البلابلا، خلوا لي لايك معاكم ويلا نتخطوا للوصفه. إذن الوصفة اللي نحتاجو لها القليل من بيكربونات الصوديوم، البيكربونات اللي في الفارماسيان راهم ينباعو في بكية بثلاث دراهم، اللي نحتاجو منها القليل. ولا ما توفروا البيكربونات ممكن تعوضوها بالبيكينغ باودر، ديك الساشي الحمراء ديال الحلوى اللي هي خمرة الحلوى. ولا ما توفروا كامل ممكن تستعملوا غبرة الديكاباج، انا هون راني استعملت غبرة الديكاباج لانه ما توفرت عندي لا البيكربونات ولا البيكينغ باودر، فاستعملت غبرة الديكاباج فكاملين النتائج سياني، كاملين نفس المفعول. المهم بالنسبة للطريقة انتم واللي تبغوا ممكن تعصروا ذا الماء في الغبرة هذه وتفركوا بها ايكم، وممكن تديروا كيف طريق سيانة اللي ضريت، نقبض هذه النصف ليمونه ونغمسها في الغبره هذه يا اما بيكربونات انت واللي استعملتي، ونسم ان نحك بهم المناطق السوداء. بالنسبه الى عتوري ديروها لايديكم ديروا كي طريق صيانه، اما الى عاد عندكم السواد في الرقبه فليه تقبضي فوطه اللي تراغنيها شوي بالليها بالماء، من الافضل يعود ماء دافي شوي، ومسحي بها رقبتك، مسحي بها الرقبه مزيان وخليها تمراغنا شوي، وديري لها هذا القماج فركيها بحركات دائريه كيف تلاحظوا هون. هاي الطريقه عدلوها لاي بلاصه عندكم سوداء في الجسم من غير الوجه بطبيعه الحال. اذا كان عندكم الكعب في الكرعين كحل استعملوا لهم هذا القماج. هذا القماج الطفيله صراحة خيالي، انا اللي تم اللمسه تاع لكم راسكم به في أي فيديو تقريبا اللي تشوفوا، لأنه رائع أنا ما نستغنى عنه، تبارك الله راه خلصني من الكعب الحمد لله، راه موم فيا. كنستعمله تقريبا من مرتين ثلاث مرات في الأسبوع كافيتني، ممكن ملي تستعملوه للجسم كامل، أي بلاصة في الجسم كي قلت لكم من غير الوجه.
المهم أنني نستمر بهذه الطريقة مزيان من عند دقيقتين لثلاث دقائق أربع دقائق، نسوما واللي بغيسو قد ما طولتو فيه قد ما كان أحسن. مثل ثانية الطفيلات بالنسبة هذا القماش تعرفوا عن الحامض هو والشمس راهو ما يزقانو، يعني إذا استعملتي هذا القماش فحاولي ما أمكن عنك تتغطي من الشمس، رانك واخا تغسلي منه واخا تغسلي منه وتمرقي فراهو يبقى مفعول الحامض في جسمك، فتغطي منه خصوصا أنا هون استعملته مع غبرة الديكابراج فكان مفعوله قوي شوي، فضروري من تحفظه من الشمس. المهم مشيت غسلت ايدي، وعقب منين غسلت ايدي اللي نستعمل هذا المحلول اللي تشوفوا معايا طريق صدريك في الفيديو. هذا المحلول رائع جدا، ممكن تديروا منه كميه كبيره وتحتفظوا بها، رائع. الطفيلات يمص هذه الكحوليه كيف قلت لكم في بدايه الفيديو، جميل جدا. ما نتم نشكر لكم من هون الى غدا ما لهن نكفي حقه. الطفيلات اللي جربوه راهم اللي هي فهموا ان شاء الله اللي نقول. فنتخطوا الوصفه المحلول، فبالنسبه للمحلول ان شاء الله اللي نحتاجوا له زيت الجليسيرين، استعملوا اي نوع عندكم، فهو راه فيه انواع، فيه هذا وفيه ديال العبار وفيه الحجم الكبير اللي لونه احمر وفيه الحجم الصغير. مهم اي نوع توفر عندك استعمليه، استعمل منه قطرات. فزيت الجليسيرين راهو زين الطفيلات، ضروري عود عند اي واحدة فيكم، راني ذكرت لكم فوائده كاملة واستعمالات له، ذكرت لكم في بوست في انستغرام. بالنسبة لي ما عندي في انستغرام فراني نخلي لك الرابط لتحت في صندوق الوصف، شرفيني وفم نتواصل مع الطفيلات دائما، وراني كنجاوب اغلب الطفيلات واللي ما جاوبتها تسمح لي من هذا المنبر. بعد نبغي نقول لكم عن المساجات تبارك الله راهم ياسرين، نجاوب اللي اديت عليه واللي ما قدس عليه راني نحاول نجاوبه نهار الثاني. المهم اللي ما جاوبتها لا تسمح لي الطفيلات. المهم وكيف تشوفوا راني ضفت ماء الورد، حاولوا يعود ماء الورد ضعف كمية زيت الجليسيرين. بالنسبة لماء الورد